تنظيم الحي السابق لانديه الاتحاد من خبيثة النادي المقياسي ورفقه الرجاء الجيش الملكي اولمبيك اسفي والفتح الرباطي. حارس عنده كل الامكانيات تتبع الفرصه. هناك خطا، هناك خطا تدخل امام بادي عوك ان لم يكن انذار. بالفعل فريق سريع واتصل وبادي عوك يقود محاوله ومرتد هجومي سريع من الجهه اليمنى. انطلاقه ديال بادي عوك مراوغه وتدخل العوده ديال عمر تحلوش امامنا. عبد العلي خلبوبي بادي عوك دائما في صراع. بادي عوك مراوغه ممتازه. بادي عوك شنو يعمل؟ كينتظر المسانده. بادي عوك بامكانه المرة في الجهه اليسرى في اتجاه اللاعبين. والشباب اطلس خنيفره حاليا ذكر بانه فريق اتحاد زمري الخميسات الذي يلعب في القسم الوطني الثاني بمباريات قويه. سقوط احد اللاعبين وبالتالي هجمه مرتده مضاده تمشي الكره من الجهه اليسرى عند بديع. عوك يمشي بديع، يمر بديع بمرور رائع وبديع. نعم تمريره بعيده بعد الشيء، بعيده بعد الشيء، ولكن عرف كيف يستغل الفرصه وينقض عليها بالنواجد. ونحن نتابع هذه العمليه والانطلاقه الرائعه دخول داخل منطقه الجزاء. بديع عوك رائع. بديع عوك ماذا يفعل؟ كره داخل منطقه الجزاء. انزال بديع عوك. بديع بديع يمر من اللعب الاول للعب الثاني. بديع يدخل داخل منطقه الجزاء. ممتاز بديع، رائع بديع. كمال الزواغي وصل الحاله يعني انه بدا كيشوف الدقيقه 87 والضغط عليه بشكل كبير. يعني ثلاثه ديال الدقائق الاخرى طريقه شميله لبديع عوق في الجهه اليسرى. فرصه لفائده الحسين. انتظر الدعم والمسانده. يبحث عن الانسلال. شوف المحاوله العرضيه بعد الراسيه من شديد، من شديد. مدحال حسن يتقادير غير صباح فرسيدو 41 نقطة لو تنتهي المقابلة بعد النتيجة. بديع خطيرة، خطيرة تمشي بعيدة على مرمى الحارس. ماشي ضد كرة ملعوبة المسوى خطر أمامي. ما غادراتش، ما غادراتش. يلعب بورتو. بديع عوك يحضر الكرة ديالو. دخول داخل منطقة الجزاء. فرصة، فرصة. بديع عوك تصويبة ولكن إلى خارج رقعة الملعب. لاعب متحرك بورتو. بدايه للعمليه الهجوميه من جانب عناصر فريق حسن تكادير. تمريره ممتازه دخول داخل منطقه الجزاء. يمكن التمرير. هذه محاوله، فرصه. التصويب يغيب، التصويب يغيب. كره من جديد. بديع عوك داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله ضائعه. عملون خط الدفاع فريق الحسنيه. اذا الكره كترجع مره اخرى عند اللاعب الداودي. محاوله جيدة كانت مراوغة فنية عند عبد العالي الخنبوبي. دائما محاولات تمريرة كانت جيدة من جهة اليمنى الخنبوبي ومري. في الحال كتشاهدوا أن اللاعب الخالقي هناك حراسة على اللاعب بدر كشاني. كرة مرة أخرى وصراع بين الخالقي وتمريرة ديال اللاعب أوك لكن كتمشي الكوبيلا اللي مر الجهة اليمنى. محاولة دائما عند فريق حسنية أكادير. أوك اللي كيمرر لكن تدخل كان تدخل جي اليمنى كانت من جمال براو بشات اماميه رجعت مره اخرى لكوكب مراكشي. نفس صراع خاص، صراع كبير في الوسط اليوم. كنتابعوا بين كريوناني جمال براو ومهدي مفضل. وكذلك لقاء الطرفين كان موسم 61-62 كان بجوج صفر، بجوج صفر لفائدة الكوكب على حساب الحسنية بمدينة أكادير. كرة أمامية مشات لبديع عوك يلعبها في الجبعة وسط الميدان. يضغط الحسنية في هذه اللحظات اتجاه بديع عوك. بديع، بديع، بديع. انسلال بديع. هذه خطيرة، 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 خطيرة. سبق الكرة في لفوزي عبد الغني. بحث على التمرير تفكر من ذلك. هذه خطيرة، 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 خطيرة. مشيت بعيدة على لاعب الحسنية والحكم يشير خطا هذه المرة لفائدة فريق حسنية تقدير. جمعية القدماء لأنه هذا الحديث على أسماء اللي ضحت بالغالي والنفيس من أجل مدينة مراكش وتاريخ مدينة مراكش على مستوى كرة القدم الوطني. هذا فقط نموذج من جلال الداودي. جلال بدر بلوتي يقطع الكرة. هناك بديع أوك. طريقة باش نزلها، طريقة جميلة. بديع أوك جميلة، 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 جميلة. ما كاينش خطأ، ما كاينش خطأ.